اخواني الاعزاء، السرعه واحد، اثنين رزق رزق الله يا اخواني، ثلاثه الدخول الى التقاطع. دائما احنا دائما ننصح نقول لا تثقون بالتقاطع، دائما تشوفون التقاطع من بعيد فارغ لا تثقون به، حشاكم انتم حيوان اذا عبر قدامكم راح يصير حادث، بزونه عبرت قدامكم تسوي حادث. حادث هذا اليوم ساعه بالخمسه وربع الصبح يوم 27/4، يعني هاي صار كم يوم احنا من دا نصور، ضمن تقاطع الشالكي شارع مطار المثنى. الكل يعرف شارع مطار المثنى الحوادث تصير بها ستار دائما، اصابات وفيات ما ادري شو ليش يعتبروه شو مو خط سريع، حتى السرعه البي محدده قانونا 80 كيلو متر بالساعه مو 60 مثل باقي، لانه ما بي تقاطع. يبدي اذا نحكي على مين يبدي من التقاطع القرب نصف الجندي المجهول، عمان او التشريع عمان، ويستمر يسعد المجسر مال علاوي ويستمر لغايه تقاطع الشالشيه، هذا ما بي تقاطعات، وذاك السرعه بي 80 كيلو متر بالساعه. حادث هذا اليوم تقاطع، دائما الاسبقيه للسير المستقيم على السير المستدير، الاسبقيه للمركبه القادمه من جهه اليمين، لكن اكو اسبقيه شو تقول؟ الاسبقيه للمركبه في داخل التقاطع على التي تروم الدخول اليه. اكو كاميرا اخرى هسه اذا نطلع لكم اياها، الكاميرا الاخرى قبل ما يجي سائق السياره الاوباما السوداء. شوفوا اخوان، اجوا الرماش مالته دا يشتغل، لاحظوا السرعه مالته، السرعه الكبيره اللي دخل بها وين؟ التقاطع. هذا المدخل من هنا يطلع على وين؟ على جسر الصرافيه. حتى تخطيط الشارع، شوفوا اخوان، البعض الكثير ما يعرف تخطيط الشارع، اذا تشوفون شارع مطار المثنى الخطوط الخط مع الفراغ متساوي، يعني خط مترين فراغ مترين، دليل انه انت داخل مدينه. شوفوا هنا الخط شو يصير؟ يصير متقطع همين المسافه، هذا طبعا خط فوق خط خلل بالتخطيط، لكن شوفوا متر بمتر متر بمتر هنا تبطيء السرعه، ورا ان توصل التقاطع يصير خط اعتيادي نص متر نص متر. فلاحظوا ابو الاوباما من اجى بسرعه ودا يرمش باللايت، تقاطع يجب في كل الاحوال ما تزيد سرعتك عن 40 كيلو متر عند اقترابك من تقاطع حتى لا تتفاجئ. نرجع الى الحادث واللي صار بالحادث، شوفوا بالخمسه و14 دقيقه، شوف هاي السياره الطيبه، اعتقد طيبه، اجى راح يدخل التقاطع، شوفوا اجى، شوف اجتاز التقاطع عبر، باعوا ابو الاوباما كان يرمش وين؟ امي ضرب المظله ما. طبعا رجل المرور هسه نحكي الناس الذمه، هو يبذل جهود جبار بالصيف بالحار، لا عنده اشاره، لا عنده تخطيط، لا عنده ثقافه مواطنين بالعلامات، هنا حتى ما يمثل رجل المرور الشفقه وقعت وين هنا؟ مال المظله مالته، وقعت بالشارع. فدوى، اهم شيء اصابات، اصابات موجوده. انت يا سائق السياره الاوباما من جيت بهالسرعه هذه، شوف الحادث قوه الحادث سوت بالسياره، وهي طيبه شو يسوي لها؟ شوف شلون شمرها؟ شلون شمرها؟ اتمنى السلامه للمصابين، لكن انا راح اترك التعليق لكم، هذا بحاجه الى تحليل كبير، اذا لاحظها بالبطيء حسنيه اذا يعرض لنا اياها، شوفوا سائق السياره الطيبه اجتاز، هنا انا وصل هذه المنطقه. اذا هو اجتاز سنتر التقاطع، اذا هو في داخل التقاطع داخل قبل ما يجي ابو الاوباما. ولذلك هل تصح هنا نقول اسبقيه السير المستقيم على المستدير؟ لاحظوا، هل تصح نقول اسبقيه لمن في اليمين؟ ما ابو الاوباما كان من بعيد يرمش باللايت، وشفتوه يرمش باللايت، زين الزم بريك، ليش ما تلزم بريك يعني؟ لو شنو انتقاص من قيمتك تلزم بريك؟ لو قاتل لك واحد اثنين هسه بدوله، هم مصابين اتمنى السلامه لهم، لكن هنا انا راح اترك التعليق المن للمشاهدين. ثلاث قواعد الاسبقيات، الاسبقيه للمركبه في داخل التقاطع على المركبه التي تروم الدخول اليه، اسبقيه للمركبه القادمه من جهه اليمين، يعني منو؟ ابو الاوباما جاي من اليمين وبالطيبه جاي منا، لكن يا هي تلغي الاخرى او الاسبقيه للسير المستقيم على السير المستدير. اخوان شباب شوفوا بالطيبه وين واصل؟ عابر ده يدخل بالتقاطع، زين ما قدرت تاخذ المجال الايسر حتى تفادى الحادث؟ لو لا ردت تعبر، اعتمدت انه ابو الطيبه يلزم بريك. اتمنى السلامه للجميع. اخواني هذه الحوادث اللي نعرضها ناخذ منها العبره، هسه واحد يقول الاشاره الضوئيه، هو دا يمشي بهالسرعه والاشاره الضوئيه اذا اشتغلت ايش قد مستوى الالتزام بها؟ جاوبوني، راح تقول المرور يجب ان يغرم، ما المرور دا ينتقد يوميا بسبب تقولون تعسف في تطبيق القانون، ما هو هذا القانون، ليش تزعل منه؟ تحياتي.